بسم الله الرحمن الرحيم. إخواتي وأحبابي في الله، يا رب تكونوا جميعا بأحسن حال. على الموقف اللي تعرضت ليه امبارح الأول كده على السريع كده، عشان الناس اللي اتخضت وبعتت لي على صفحتي وعلى الماسنجر والواتس، وبعتوا رسائل كتير جدا جدا، بشكركم من كل قلبي بدون ذكر أسماء. الناس اللي جات لي بسرعة وأول ما عرفوا إن صفحتي بتتهكر، كمان قناة اليوتيوب، اتفاجئت بالجميلة مي اسماعيل، الصحفية مي اسماعيل، بتقولي كمان القناة بتتهكر، لأنها هي اللي ماسكة القناة كانت بتتهكر. وطبعا الدنيا معايا كانت الحمد لله انها عدت على خير الحمد لله، ومش هقول غير ربنا يقضي المقصي. انا كنت مبسوطة قوي قوي بدعواتكم الجميلة وبحبكم، وانا بقول لكم دايما دايما انتوا جميلكم على راسي، جميلكم على راسي بجد، لانكم دايما واقفين جنبي بتدعموني بدون اي مقابل. لاني انا كمان يعني انا مش نشطه قوي في تفسير الاحلام، ولا قاعده معاكم ليل ونهار وكده ان انتوا تعملوا معايا كده، ده انا مقصره معاكم تقصير كبير قوي قوي قوي، سواء اللي مشتركين معايا على الواتساب او اللي معايا على الجروب او صفحتي. فانا بقول لكم بجد انا بشكركم، وانتم رزق من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله ما ظبطت لي القناه وامنتني الدنيا، والحمد لله برضو الفيسبوك والدنيا الحمد لله متامنه، اللهم لك الحمد. فالحمد لله ان انا عديت من المحنه دي. انا اتخضيت من اللي حصل معايا امبارح، ان الهكر بقى والحوارات دي، يعني الحمد لله. وشوفوا زي ما قلت لكم ربنا بيكبر الخاطر. النهارده جالي تليفون من اليوم السابع على غفله، والله والله على غفله، اتصلوا بيا احنا عايزينك معانا كمان نص ساعه يا دكتور مليكه، وناس قمه الادب والاخلاق والذوق. فقلت لهم حاضر معاكم، وطلعت معاهم دلوقتي زي ما انا نزلت لكم البوست وقلت لكم، يعني ناس قمه الادب والاخلاق، مش عارف كذا حد كلمني من القناه في نفس الوقت، اكتر من اتصال منهم في توقيت ما فيش، بسيط جدا وصغير جدا. كان عندي حالا برضو كنت موعدة قبل كده ان انا قلت لكم هطلع على قناة من امريكا مع مستر ماك شرقاوي، دكتور ماك شرقاوي من امريكا، والله بعت اعتذار حالا علشان ادخل ليكم انتوا، لانكم انتوا اللي عملتوني، انتوا اللي عملتوني، انتوا اللي بتجبروا بخاطري. والله كان المفروض اطلع معاه دلوقتي في القناة بتاعته حالا من امريكا، مش انا اللي بروح امريكا يا جماعة، بس بيبقى من امريكا، والدكتور هناك في امريكا وحد لي اسمه كيان وكل حاجة، بس انا ما بجريش ورا مصلحتي على قد ما انا الا جبر الخاطر. انتوا جبرتوا بخاطري، دعوتولي، وقفتوا جنبي، انا خلصت البث مع اليوم السابع، قلت لازم ادخل عليه، ادخل اكلمكم. وربنا يسعدكم يا رب، وبشكركم بشكركم بشكركم بجد 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 من كل قلبي. ومستر ماك شرقاوي اتمنى ان هو يسامحني النهارده ان انا مش هكون معاه، انتوا ابدا من اي حاجه بجد والله العظيم. كلكم بتصبروا عليا ان انا بتاخر لكم، الناس المشتركه معايا على الواتساب فبشكركم، والناس اللي مشتركه معايا على الجروب والصفحه العامه والقناه اليوتيوب. العدوى الجميله ساره حسن بتقول حلمت ان في تراب جوه مربع وانا بنبش فيه، لقيت سبيكه لونها ازرق بتلمع، اخدتها مطلقه. ان شاء الله ابشري ابشري، عايزاك تظهري نفسك شويه، لان النبش في التراب فده معناه انك انت لازم تظهري نفسك وتظهري حالك علشان تحصلي على الشخص اللي انت بتتمنيه، او على انسان يكون كويس جدا جدا باذن الله تعالى، يكون لك خير ليكي، لان اللي انت شفتيه وطلعتيه والسبيكه، فانا بقولك دي بشره طيبه وعظيمه ليكي، والله اعلى واعلم، بزوج صالح جدا جدا جدا، بس حد كده عايز منك الاشاره اظهري نفسك شويه، والله اعلى واعلم. نور بتقول حلمت اني كنت في المنصورة زيارة عند بنت خالتي اسمها هبة، وبعدين سمعت اذان المغرب وقلت لها اني احتمال اصلي قبل ما انزل لاني متوضية منفصلة ومعايا بنت. طالما انك انت قلتي في احتمالية لصلاة المغرب، هو خلاص الحقك لامر فعلا كان في صعوبة، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطرك وتحقيق امنية عاجلا غير اجلا، والله اعلى واعلم. العدوى يسرى جاد بتقول انا عزباء وحلمت لابسه فستان فرح انا واربع بنات او ثلاثه، كنت لابسه كوتشي جميل جدا، ده شخص باذن الله باذن الله تعالى ربنا هيكبر بخاطرك في الارتباط من انسان حالته كويسه جدا في كل حاجه، والله اعلى واعلم. دان دونا
متزوجة ومع بنت وزوجي رافض أعمل حلمت بإني شفت الآية فنادى ربه فاستجبنا. طيب اكثري من الدعاء، خرجي صدقة، وانتظري 3 شهور من دلوقتي، انتظري 3 شهور. استني، بسم الله الرحمن الرحيم، فنادى ربه فاستجبنا. اهو انتظري الوقت اللي انا قلت لك عليه ده، وبعدين ارجعي اعملي استخارة. لو ما حصلش حمل استخيري ربنا في الحقن، بس انتظري واكثري من الدعاء. يعني كديسي دعاء كتير جدا، اقرأي سورة ياسين بالنية، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيرضيكي من غير حقن، والله اعلى واعلم. سامية بتقول حلمت اني اشتريت بلوزة بيتي ب 135 جنيه، كانت واسعة بس قصيرة. طيب بصي بقى، اولا الرقم مع البلوزة، اللون، والاسرها، بصي الرموز طبعا يعني مش مستحبة. طيب احنا نعمل ايه؟ هنستغفر ربنا كتير، لانها جاية من وقت ما فيهوش اي ايجابيات ممكن تحصل الفترة دي، فاحنا نستغفر ربنا كتير ونكثر من الدعاء لعل الله ان شاء الله ييسر لك كل امورك، والله اعلى واعلم. فينوس الشرق بتقول والدي متوفي، بيقول لي ما بتسألي عليا ليه، ودلكت له رجله وقال لي دلكي ظهري، وبعد كده قال لي خلاص. طبعا والدك رحمة الله عليه، كلمة السؤال مجرد السؤال فمعناها انك انت تفتكري دايما انك دلكتي قدمي، دلكتي قدمي، فجاية من السعي، جاية من حياتك المستقبلية. كل ما يعدي عليكي مدة التدليك، يا جماعة التدليك هنا مش دايما هناخدها برضو بصورة عامة، بس انت هنا عشان هو متوفي فده هيبقى محتاج مننا احنا، بيحصل التدليك او المساج امتى؟ للواحد لما بيكون يعني حصل عنده قعدة كتيرة جدا جدا، بيبقى محتاج مثلا ايه تجارية الدورة الدموية، فبيتعمل له مساج او الحاجة دي. معنى كده ان انتوا بتهملوه كتير قوي قوي قوي، فانتي عليكي دايما افتكري الرؤية دي وما تهمليش والدك في الدعاء. اما موضوع الظهر هنا فشوفي مين من الاقربون ليكي، اتقربي منه اكتر من كده، من الاخوات، والله اعلى واعلم، حد من السند يعني. مريم بتقول زوجة اخي حلمت بابني يقرأ القرآن بصوت جميل، اللهم بارك اللهم بارك، دي اخبار طيبة وباذن الله تعالى ما شاء الله. لو ابنك لسه صغير وما يجيتش قراءة القرآن الكريم باذن الله ربنا يجعلك فيه الذرية الصالحة، والله اعلى واعلم. اسمك سيدة بتقول بنتي حلمت ان مطر بتنزل بغزارة شديدة كأنها شلال، بس هي متغطية تحت بطانية يعني فراش سميك، هي وزوجها، وما وصلهاش اي بلل او اي ضرر. طيب هو انا عايزهم يتجنبوا اي فتره فيها حوارات او قيل او قال الفتره اللي جايه فعلا، وما يتدخلوش في اي حاجه خالص، لا هي ولا زوجها، والله اعلى واعلم، لان في مشكله كده بس باذن الله تعدي بعيد عنهم. هبه والله بتقول امي بعد ما كانت تدعي بقيام الليل وصلت شافت انه المرأة قالت لها انه السحر بالصالون، وكأنه قطعة قماش لونها اصفر في اعلى الحائط. للأسف الشديد معنى كده هو ملهوش علاقة بالسحر قوي، على قد ما له علاقة للأسف الشديد انه ممكن حد للأسف الشديد يكون عنده اصابة بتعب، والله اعلى واعلم. ايه بتقول حلمت اني في شقتنا القديمة كنا اخر دور، والقمر قدامي مني جدا، وكان بيبص لي وكانه بيبص لي متسلط عليا وقريب وكبير، فانا بقول الله القمر شكله جميل، بس اخش بقى عشان احنا بالليل والسطح هيبقى فيه عفاريت، وكانت بتطلع ايات في القمر وتختفي، وايات كمان انجيل وتختفي ملحوظه. انا عرفت من فتره اني معمول لي عمل وعزباء، يبقى عليكي برقيه شرعيه طالما ان اجتمع الانجيل والقران في الرؤيه بالشكل ده، يبقى فعلا انت في اذى والدنيا معاكي، كل ما يبقى فيها ايجابيات، لان الهلال او القمر هنا ده عريس، فالدنيا فعلا ما بتستقرش، واي حد ممكن يجي الدنيا بتقف لا قدر الله، فعليك برقية شرعية يا فريدة، وربنا يحفظك يا رب، والله اعلى واعلم. نجلة بتقول حلمت اني بفرش سرير بنت عمي، هي لسه متزوجة من اسبوعين، وبزينة بزينه بالورود، وبلم الورود من على الشجر، وانا مطلقة، ده منام عقل باطن، والله اعلى واعلم. هو يعني مش عقل باطن ان انت مثلا، يعني هو بيدل يعني على حالك، لانك انت في ورود وكده، فهو على حالك مش اكتر، على حالك انك انت مثلا لسه الدنيا مش مستقرة معاكي بارتباط وكده، فهو بيبقى شيء نفسي شوية من التمني بالارتباط الطيب، فهو امر نفسي بيدل على حالك، والله. بتقول حلمت بامي المتوفيه دفعت فاتوره الكهرباء 4300 جنيه، والله هو اعلى واعلم. الرؤيه دي بتدل ان ربنا هيرفع عنكم ضرر بفضله،
في رفع ضرر بفضله عنك انت واخواتك، والله اعلى واعلم. يعني حتى لو في مشكلة هتلاقوها عدت كده من عند الله سبحانه وتعالى.